السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا النهاردة جاية لكم بفيديو جديد. لو اول مرة تشوفيني بليز حطيلي لايك كده حلو زيك، واشتركي في القناة عشان اي حاجة يعني اعملها وكده تجيلك على طول. انا النهاردة مش هطول عليكم، فيديو سريع هعمل فيه مسقعة. مش عارفة يعني قلت اشارككم وانا بعملها ازاي كده، وان شاء الله تعجبكم. بصوا، انا عندي بطاطس قطعتها مكعبات كده، ونقعتها الاول في شوية ملح وشوية خل. بعد كده قطعت البتنجان برضو مكعبات، بس مكعبات كبيرة شوية عشان ما يتيريش معاكي. حطيت عليه شوية ملح وشوية دقيق. وعندك بقى طماطم وفلفل حراق وفلفل عادي، لو انت عايزة تحطي فلفل الوان عادي اديها مفيش مشكلة، بس انا اللي كان عندي يعني. المهم اول حاجة بس كده حمرت البطاطس، بعد كده حمرت البتنجان، ولا البتنجان جميل ما شربش زيت مني والله العظيم، وكان جميل قوي. الملح لما بيتحط عليه وشوية الدقيق ما بيخليهوش ان هو يشرب زيت خالص. بص شكله ذهبي وجميل ازاي، ما تدوسيش عليه قوي برضو في القلية يعني، خليه ذهبي كده ولونه حلو. المهم حمرت كده البطاطس والبتنجان، بعد كده هنزل بالفلفل بقى، حمر شوية فلفل كده، بس انا مش عايزاكي تدوسي في الفلفل خالص يعني، ما تخليش الفلفل يتعمل قوي، عايزاه يبقى برضو في سنة يعني لسه يكون شوية، عشان انا بحبه يكون ماسك نفسه كده في المسقعة يعني، ما يبقاش مهري كده. المهم ان انا هو خلاص حمرته. يلا بقى نشوف الصلصة. جبت نفس البولة عشان ما نعملش مواعين كتير ولا حاجة، حطيت فيها شوية توم يعني 3 فصوص توم كده دقيتهم، مع حتة فلفل كده في الهون. ها الهون بتاعنا بيعمل جو حلو قوي الهون ده. المهم حطيتها وبعد كده حطيت شوية خل وقعدت اقلب، بعد كده حطيت معلقه صلصه صغيره خالص، معلقه صلصه يعني علب وكده. لو مش عايزه تحطيها مفيش مشكله عادي، يا ريت اصلا ما تحطهاش عادي. بعد كده نزلت بالطماطم المكعبات، وطي النار خالص وانتي شغاله، وطي النار خالص عشان لو عليت النار هيتحرق معاكي، لان مهما كان برضو انتي مش حاطه صلصه او مش حاطه ماده سايله، فلو عليت النار هيتحرق. وطي النار عشان تتسبك براحتها، هتلاقيها طلعت ريحه جميله، وهتلاقيها يعني نزلت الميه بتاعتها وبقت جميله جدا جدا جدا. المهم انا نزلت بالطماطم، بعد كده بشرت طماطميه برضو، قلت تعمل برضو ميه بسرعه تدي سائل كده للصلصه. الطريقه دي بتاعت يعني مامتي التانية، يعني ربنا يخليها ليا يعني، كانت قالت لي يعني انها بتعملها كده بتقطيع الطماطم وبتاع، فجربتها طلعت فعلا حلوه بجد اقسم بالله. لو انتوا عندكم طريقه تاني ماشي ما فيش مشكله يعني، انتوا لو حابين او عايزين تقولوا لي على طريقه تانية افضل من دي اسمعكم ما فيش مشكله. المهم لقيت في التلاجة هريسه مشطشطه كده، بستخدمها للمكرونات، بستخدمها لاي حاجه كده عايزين فيها شطه. المهم حطيت فيها حته صغيره كده، لان الفلفل اللي انا حاطاه مش حراق خالص، حطيت معلقه كده صغيره خالص يعني مش حاجه. والريحه كانت جميله جدا والله العظيم، انا بحب ريحه الحاجات المسبكه دي يعني بحبها قوي، وبحب ريحه الحاجات المشويه فالريحه كانت جميله جدا، بس وطي النار وطي النار. المهم جبت بهارات كده، حطيت شويه ملح، وعلى فكره حطيت شويه سكر، شوية سكر صغيرين خالص يعني زي شوية الملح كده صغيرين، عشان تعادل بس الحموضة بتاعة الصلصة. وحطيت كمون وحطيت كزبر، ما تحطيش حاجة في المسقعة غير كمون وكزبر، ما فيش داعي الفلفل اسود وبهارات لحمة ولا مش عارفة بهارات ايه، لا ما يعني ولا 7 بهارات، لا ما تحطيش، هو شوية كمون وشوية فلفل، شوية كمون وشوية كزبرة والملح طبعا. وفي البداية خالص في الاول انا حطيت شوية سكر عشان يعني يكسر لي زي ما قلت لكم من الحم. بصوا بقى انا حطيت على طول لما تسبكت شوية، حطيت البطاطس والبتنجان
اديتهم الاول تقليبه قبل ما احط الفلفل، عشان زي ما قلت لكم انا ما بحبش الفلفل يكون مهري خالص ومش باين في المسقعه. يعني انا كنت المفروض استنيت شويه كمان اكتر من اللي انا حط الوقت اللي انا حطيت فيه الفلفل ياخد تقليبه كده بس، ويعني الخض يعني البطاطس والبتنجان يشربوا بس كده من الصلصه. ممكن تحطي شويه ميه صغيرين خالص، يعني شويه ميه يعني ما يصغنانين نقطتين كده ميه، وبرده انتي مطيه النار عشان برضو الاكل ما يتحرقش. يعني خلي دايما وانتي بتعملي الاكل النار تكون وسط. بعد كده حطيت الفلفل وبس كده بقى خلاص خلصنا المسقعه، سبتها بس 10 دقايق كده بس شويه، وبعد كده بقى غرفتها. كان طعمها اقسم بالله جميل. غرفتها كده في طبق بايركس كده حلو. كانت جميلة جدا. وعملت جنبها بقى شوية بطاطس وبتنجان، عليهم فص ثوم مهروس، وعليهم ليمونة، ليمونة كبيرة، وشوية بقدونس. على فكرة دي لبنانية، انا شفتهم بيعملوها في التلفزيون، بس بيحطوا عليها عيش، بيحط عليها عيش ناشف. طبعا انا لا ما بحبش العيش الناشف فعملتها. المهم لو عجبك الفيديو حطي لي لايك حلو كده ليكي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ما كانش طويل عليكم، وانا بجد بشكركم اول متابعتكم.